تحية لكم مشاهدينا، سعيدة بلقائكم في عدد جديد من برنامج في الواجهة. اليوم الوطني للصحافة والكشف عن المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف كانت من الأحداث التي اهتم بها الإعلام هذا الأسبوع. جائزة حصد التلفزيون الجزائري المراكز الثلاث الأولى لها في طبعتها الرابعة التي حملت عنوان لنعش معا في سلام. أي دور للإعلام في ترسيخ التعايش والسلم بين أبناء الوطن الواحد؟ والتساؤلات حول دور الإعلام لم تتوقف هنا، بل تعدته لموضوع آخر لا يقل أهمية، لا بل أصبح تحدي حقيقي لكل دول العالم بما فيها الجزائر. إنه المخاطر الكبرى للتغيرات المناخية، والذي خصصت له وزارة الداخلية ندوة توجت بتوصيات هامة واستعجالية، ومهلة أقصاها 6 أشهر منحها رئيس الجمهورية للحكومة لتبلورة أو لتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الكوارث. أما حديث الإنجازات هذا الأسبوع فكان بامتياز حول أضخم عملية لتوزيع السكن بحصة تجاوزت 85,000 وحدة سكنية. حصة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميدان، والتساؤلات طبعا حول الهياكل والمرافق. هي إذن من بين المواضيع التي اهتم بها الإعلام هذا الأسبوع، رفقة مواضيع أخرى سنستعرضها كالعادة ونناقش أبرزها مع مجموعة من زملائي الإعلاميين الذين أسعد باستضافتهم. فنيدس بن بلا، أهلا وسهلا بك. مرحبا، سعيد بوجودي في هذا البلاطو. أهلا بك. عبد الوهاب بوكروح العائد، أهلا وسهلا. مرحبا، مساء الخير أخت وهيبة. أهلا وسهلا. وعبد الوهاب جاكون، أهلا وسهلا بك معنا اليوم. مساء الخير. خليني بعد جاكون، تابعت الأحداث، ما شدك فيها؟ لربما زيادة على ما تقدمت به، لربما أنا كاين فيه الإشكالية تاع المجلس الوطني الشعبي وتعيين الرئيس الجديد. ننتظر الأثر تاعها درك، يعني ما نسبقوش للأحداث. وكذلك الدعوة القضائية نتاع الجريمة الإلكترونية، لا يا ربي شكون نتاع اللاعبين نتاع الفريق المولودية. صحيح، العنف في الملاعب شفناه بين برج بعريش ومولودية الجزائر، صارت فيه اشتباكات يعني في الأسبوع. صحيح. صدرت الأحكام بالأمس، وكانت فيه دعوة من قاضي التحقيق واستقبل اللاعبين المولودية واستعملهم، وظن كانت فيه يعني قرارات يعني هذا واش كان يعني. نعم بكروح. والله انا ديت انتباهي ربما ليس خلال هذا الاسبوع، ولكن الاسبوع الفارط كان فيه ربما تقرير صادم للجزائر، ولكن يعني للجزائريين عموما. ولكن انا والله سالت يعني لماذا مر الرقم هكذا يعني وكانه لا يعني الجميع. تقريبا 1 مليون جزائري راجعوا مصحات الامراض العقليه والنفسيه في السنه الفارطه. هذا رقم كبير جدا اختي وهيبه، هذا رقم يعكس مدى الضغوط النفسية والاجتماعية اللي يعيشها المواطن يعني الجزائري اليوم. هناك تحديات كبيرة يعني اليوم، حتى توصل لعملك تضرب ساعتين يعني غريب يعني. اليوم أنت تحدثت عن الإعلام ودور الإعلام، يعني هادو الناس اللي راهم مثلا ينظموا التظاهرات الرياضية وتظاهرات الفنية والثقافية، يعني ماذا يخسرون لو أنهم يتصلوا بالتلفزيون التلفزيونات ولا بالجرائد والمواقع لإخبار الناس وإطلاع الناس على أن المحور الفلاني مغلق، المحور الفلاني. اليوم أصبح فيه الناس يعني يقضوا ساعتين نحلم ان نقضي ساعتين اختي وهيبه، 6 ساعات و7 ساعات ناس يخرجوا يروحوا لعملهم ويعودوا للعمل ويعودوا من الطريق بدون وصول للعمل. يعني هذه مشكله، هذه اشكاليه صحيح حقيقيه. صحيح. اضافه يعني الى ضغوط اخرى في العمل، ضغوط اخرى طبعا نفسيه وفي المجتمع اقتصاديه واجتماعيه، يعني الضغوط كبيره. هناك رقم ثاني ايضا يعني سامحيني يعني نبدا الحصه بارقام مفجعه، 42,000 حالة سرطان جديدة يعني سنوية. هذا ناجم أيضا على الضغوط، هذا ناجم أيضا على الضغوط. 42% من هذه الأرقام هي سرطانات القولون وسرطانات الثدي عند المرأة يعني. نعم. هذه الأرقام شدتني يعني. صحيح. ربما ستكون في نقاش عليها.
بالفعل انا معك وهاب، صحيح. هو اللي شد انتباهي هو خاصة بالأمس كان فيه جائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء، وهي توجد بها الصيف، صحيح. أيوة، دائما الصيف يعني، ونقول لماذا المدن الأخرى لا تغير يعني على نفسها وتقوم بجهودات حتى تنال ربما جوائز، هي طبعا وحتى إن شاء الله ربما حتى لا تكون الجائزة هذه يعني مناسبات هي تكون في إطار يعني الممارسة اليومية للسلطات العمومية. بالفعل فيه موضوع ربما شد الانتباه هو شرف بن صالح باسم رئيس الجمهورية على تسليم وسام الاستحقاق من درجة عشير للمجاهد طاهر الزبير. طاهر الزبير اللي هو معروف يعني شخصية وطنية، ونشوفوه دائما مع مستمر يعني، صحيح. على نفس الوتيرة على نفس النظام، هو تشريف لكل الأسرة الثورية بالتأكيد في شخص المجاهد طاهر الزبير أطلع في عمره. طبعا موضوع الأسبوع كان جائزة رئيس الجمهورية والكشف عن المتوجين بها، وحصة التلفزيون كانت طبعا على غرار الطبعات الأربعة هي الأكبر، الجوائز الثلاث كانت للتلفزيون الجزائري، وطبعا أسعد باستضافة المتوجة بالجائزة الأولى الزميلة نعيمة منحور تفرجانيت. أهلا وسهلا، طبعا شرفتي التلفزيون الجزائري نعيمة. الموضوع كان لنعيش معا بسلام، شعار عميق جدا في يعني في دلالاته وفي معانيه، خاصة وربما دليل على ذلك أنه حتى الجمعية الأمم المتحدة تبنته كيوم عالمي. أن 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 تخوضي في موضوع بهذا الثقل بهذا الأهمية، من أي زاوية ناولتيها نعيمة، خاصة وأنه أعتقد أنك ناولتي التعايش بين الإسلام والمسيحية، وهذا ليس جديد حتى في التاريخ الجزائري، والأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية عدنا يعني أحسن مثال على دفاعه عن المسيحيين. وهبة، التتويج جاء مفخرة لي بعد 22 سنة من في الميدان، وانا نضال الإعلام جاء مفخرة أيضا لتلفزيون الجزائري، أننا أثبتنا مرة أخرى أن التلفزيون الجزائري مدرسة، حيث من خلال المواضيع افتكت المؤسسة ثلاث المراكز الأولى. وبالنسبة لهذا خليني بنتذكر هما بالزميلتين كهينة أشرشور الأمازيغية والزميلة كذلك نعم سهيلة حريرية. نعم، نالت المركز الثالث، الجائزة الثالثة يعني، ولم يكن بشيء الهين، لأن صحيح. المنافسة كانت كبيرة وشديدة، 286 عمل قدم، والحمد لله توجنا بالجائزة، وهذه مفخرة للتلفزيون الجزائري. الموضوع لم يكن سهل، الموضوع كان مهم، وهو موضوع لا ننسى المكسب للجزائر، أن إقرار السلام يوم 16 مايو كانت من اقتراح الجزائر، صحيح. يعني رئيس الجمهورية في هيئة الأمم المتحدة، ونتناولت هذا الموضوع من جانب التعايش بين الديانات. أخذت السيدة كنيسة السيدة الإفريقية، هو المكان الذي انطلقت منه، أين يوجد وجدت من خلال موضوعي التعايش بين المسلمين والمسيحيين، و أنا للأمانة انتقلت إلى هناك وبخطة يعني مهنية نقلت ما يحدث هناك الواقع. بالكنيسة الواقع هو. الواقع أن المسيحيين يتعبدون بالكنيسة، ولاحظنا أن المسلمين كل المسلمين يتجولون في الساحة، وهي أجمل ساحة التي تطل على أجمل منظر بالعاصمة على البحر، وحتى المسيحية نعيمة تحظى بكل الاحترام والحرية في ممارسة شعائرهم والاحترام، وللعلم أن الكنيسة هي التي فتحت الساحة للجميع حتى يزورها، ونجد حتى المسلمين حتى الجزائريين يعني يدخلون للكنيسة يزورونها لأنها معلم تاريخي وديني، يعني هناك الجانب السياحي وهناك الجانب الديني، ومن خلال الاستجوابات الكل يعني يستغربون للسؤال، لأن لا يوجد هناك مشكل في تعايش الديانات في ليس غريب على طباع الجزائريين مع كل الديانات. نعم، مع الأخير عفوا وهبة، مع الأخير يعني في لا كونكلوزيون في خاتمة الموضوع، لاحظنا أن ساحة الكنيسة هي ملتقى الديانات والحضارات بالجزائر. بالفعل. هذا ما توصلنا إليه في بالفعل. الخاتمة. نعيمة منحور، الآن قبل الجائزة وبعد الجائزة ماذا تغير؟ مسؤولية كبيرة، لأنها ليست أي جائزة، هي جائزة الرئيس، مسؤولية كبيرة من البداية، المسؤولية على عاتقنا، لأننا كصحفيين
احترافيه كمهنيه لازم نكون يعني نحترم المهنه، نكون مهنيين محترفين. صحيح. والمهنه هي وهذا حتى ما اكد عليه الرئيس في رسالته للاسره الاعلاميه. لكن هذه المره ومع جائزه رئيس الجمهوريه يعني المسؤوليه تصبح ثقيله. صحيح صحيح. شكرا لك يا نعيمه، كل التوفيق. شرفت التلفزيون الجزائري طبعا بهذا التتويج، نلقاك ان شاء الله في مناسبات اخرى بالتوفيق. شكرا لك نعيمه، نخلوك يعني تغادري ونروح للجاكو اللي كان احد اعضاء لجنه تحكيم هذه الجائزه. الاعمال كانت كثيره جاكون وكلها اعتقد في المستوى، نتلقيت من العديد من الزملاء في كل يعني المؤسسات الاعلاميه، حقيقه المشاركات كانت قويه. صعب عليكم الاختيار، كيف كان الاختيار؟ لا هو الحقيقه خدمنا بضمير مهني، ولا ننسى ان اللجنه فيه يعني صحفيين قدماء اللي يعني كاينين اللي عنده اكثر من 40 سنه ممارسه مهنيه. صحيح. يعني كل صراحة ما نتكلمش على الاساتذه، ما نتكلمش حتى على رئيس اللجنه اللي هو ايضا صحفي وكاتب، صحفي وكاتب. وحنا في الحقيقه في البدايه وضعنا مقاييس. نعم. وضعنا مقاييس حاولنا بينها مثلا المقاييس الاوريجيناليتي يعني الخصوصيه. كانت الاهم جاكون، كان مثلا كانت الفكره هي الاهم، كانت طريقه المعالجه، وش كان لا اولا بدينا بالخصوصيه بالنوعيه يعني الاوريجيناليتي. يعني كما نقولوا احنا موضوع ماهوش مثلا هو مرتبط يعني فكره صوصور، لا هو مرتبط بالموضوع، مرتبط بالموضوع ولكن فيه ميزه. ومن بعد التحكم يعني في الموضوع يعني كما نقولوا احنا كيفاش يعني يعني سواء الكاتب او المخرج او الصحفي يعني اللي تخدم في الراديو او في التلفزيون، كيفاش مثلا خلتنا اننا تشدكم الى لما يكون فيه اهتمام من طرف اللجنه وكيفاه كيما نقولوا تخلق نوع من كيما نقولوا من التشويق. نعم. إذن تشد المتابع. هذا 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 يعني المنتوج، هذا هذا يعني المقاله او المنتوج التلفزيوني ولا كيما نقولوا اذاعي، معناه في المستوى في المستوى. وبكل صراحه خدمنا يعني يعني كانت صعوبه كثيره يعني نظرا للتقارب يعني المستوى، ولكن كاين فيه مقاييس اللي يعني تلغي بعض يعني تلغي. وفي الاول والاخير يجب اختيار بعض المواضيع، وهذا يعني نظن النتائج بينت اكيد بينت يعني من خلال يعني النتائج بينت من خلال المواضيع بينت يعني باللي يعني يعني كانت هناك موضوعيه في الاختيار. يعني نعم. وهاب ان نعيش معا في سلام هي قيمه انسانيه وحضاريه كبيره، اليوم كيف يمكن ان نعكسها او نسوق هذا الشعار المهم جدا من خلال الاعلام الى اكبر شريحه في المجتمع، خاصه واننا نعرف تاثير وسائل الاعلام على الراي العام. فعلا اليوم يعني الجزائر من خلال تاريخها من خلال ماضيها كانت ارضا للتعايش، يعني تاريخيا الجزائر كانت ارض للتعايش، ثم كان هناك ايضا اليوم تحديات تواجه المجتمع الجزائري. اليوم التحولات الحاصله في المجتمع الجزائري وبعض الجراحات التي عاشها المجتمع الجزائري في مرحله من مراحله في تسعينات القرن الماضي مثلا تجبرنا على اننا اليوم نعمل كاعلاميين وكمجتمع اعلامي في الجزائر على ترسيخ هذه القيم اليوم، واننا نؤكد ونركز يوميا في اعمالنا في ممارساتنا على اولا التصالح، لان اليوم فيه قانون كان مرجعيه المصالحة، التصالح والتعايش في يعني بين كل الجزائريين، ان نتراحم نرحم بعضنا البعض، يعني نسد الثغرات الموجوده مثلا في يعني الاعلام كيف يسوق وهاب هذا الاعلام سواء السمعي البصري سواء الصحافه المكتوبه سواء الوسائط الالكترونيه، اليوم في اعلام الكتروني حاضر بقوه في المجتمع الجزائري، نسوق القيم الجميله القيم الايجابيه القيم التي تجعلنا اننا قادرين كمجتمع جزائري اننا نبرز القيم الحضاريه الكبيره والعميقه التي يتميز بها المجتمع الجزائري منذ التاريخ، واننا
نجعل من هذه القيم اليوم قيمة مضافة قبل التسويق، ليس فقط محليين وإنما إقليميين وعالميين. هناك أيضا تحديات اليوم نشوفه مثلا يعني التصادمات والمعارك الكبيرة جدا بين يعني دول الجوار في مجتمعات الجوار في مجتمعات الشرق الأوسط، لأنها في نهاية المطاف هي عمقنا الاستراتيجي، في نهاية المطاف هي مجتمعات مشابهة لنا كجزائر. اليوم أننا نركز على هذه القيم الجميلة في مجتمعنا الجزائري، وأننا قادرين التعايش ليس فقط بين دواتنا بين بعضنا البعض، وإنما قابلين التعايش مع هذا المحيط اليوم المشتعل الملتهب، حتى نبين للآخر بأننا لسنا مجتمعات عنيفة، لسنا مجتمعات يعني عدمية، لسنا مجتمعات ربما تهدم وتكسر وتخرب الأشياء الجميلة، وإنما مجتمعات تشارك في بناء قيم حضارية عالمية. صحيح. لأن اليوم مهم وهاب وش، لأن اليوم العالم ينظر إلينا كمجتمعات شرق أوسطية وكمجتمعات ربما في الجنوب بأننا نشارك سلبا في الحضارة العالمية. للأسف جاب لي وهاب إلى مربط فرس كما يقولوا بن بلة، للأسف يعني المتابع لإعلامنا اليوم نشوف حجم التشويه الكبير اللي راه تعرض ليه بين قوسين الجزائر من خلال تصويرنا أننا مجتمع عنيف، مجتمع كل أحيانا تقريبا كل مش عارفه افتتاحيات الصحف وحتى بعض القنوات احيانا غير على القتل، جريمه القتل ربما تقدر تكون يعني عارضه مثل كل المجتمعات تحصل فيها جرائم لكن يركزوا عليها وتعمل او مش عارفه اي مشكل هكذا يركزوا عليه ويجعلوه يوميا وكانه يعطوا هذيك الصوره باننا مجتمع متقاتل، مجتمع مناش متعايش، مجتمع فيه الكثير من المشاكل. الى اي مدى تصبح هذه المشاكل العارضه وكانها هي اساس هذا المجتمع اللي راه هو يدافع على قيم التعايش ويدافع على قيم يعني التعايش كما قلت بين ابناء الوطن الواحد؟ صحيح، هذا راجع لغياب المهنية. كل ما تكثر المهنية وكل ما يكون هناك يعني أخلاقية مهنة، كل ما يكون الإعلام فعلا يروج لقيم مثلا التعايش التسامح، ما يكونش هناك الإثارة المفرطة. احنا نشوفوا عناوين لأجل البيع فقط، يعني لأجل البيع تكون على حساب سمعة البلد ككل. الإعلام ليس تسويق بضاعة فقط ولكن صنع رأي العام. صحيح، هي ممارسة فيه قيم كثيرة يعني صاغتها الجزائر من المصارحة وقبلها الوئام. الآن العيش معا في سلام نشوفوا كيفاش هذه التجربة ولات يعني تختطفها الدول، ولكن الإعلام تاعنا لازم يرافق هذا المسار بالفعل. لازم يروج ليه، لما كانش سهل هذا المسار يعني. صحيح ماش سهل، ولكن الإعلام لابد أن يقتحم هذا المجال ويكون شريك، لان كما كنت نقول لك الاعلام ماهيش برك جري وراء تغطيه احداث. صحيح. ولكن صنع الراي العام والترويج لافكار والتسويق لها حتى يتقبلها الاخر، ما تبقاش تلك الصوره النمطيه المروجه فقط المسيطره على واقع لتقدم واقع مقلوب، ولكن واقع متغير بايجابياته وسلبياته ولكن دون تغليب حاجه. صحيح. على اخرى. صحيح. صحيح. بهذه المهنيه وبهذا اخلاقيه المهنه وبهذا النقاء الضمير. صحيح. يمكن نروحوا بعيد فعلا ونوليو نروجوا للاخر بما يجري بما نخطط له. صحيح. احنا الان نعيش معركه الاعلام، سي لا غارد دو لانفورماسيون. صحيح. اللي ما عندوش اعلام ربما سيادته في خطر. شوف كبار الدول تتسابق من اجل فتح فضائيات ومن اجل قنوات، احنا ايضا لابد ان ندخل هذه المعركه وفعلا دخلناها تبقى فقط. صحيح. شيء من المهنية. صحيح. ندخل المعركة بتصور واضح أين تقف حدود يعني مصلحة أي وسيلة إعلامية. صحيح. ومصلحة البلد ككل هي أهم. خليني بن بلة، تحليل مهم جدا قدمه بن بلة جاكون، حديث المهنية اللي هو مهم جدا، لكن أضيف عليه أنا لا تعتقد بأنه كذلك غياب الإطار القانوني الذي يضبط ممارسات الإعلامية هو ربما ما ساهم في هذا التجاوزات إذا صح التعبير؟ لا ماشي هذاك. شو اولا المسؤوليه الاولى ترجع الى الصحفي. هذه يعني احنا لازم نكلموها ونهضروا، وزيد المسؤوليه الاولى ترجع الى احترافيه الصحفي. هذه الامور التنظيميه، هذه الانظمة التنظيميه، هذه معروفه يعني امور يعني تقليديه عاديه، ولكن درك كيفاش احنا هنا كاعلاميين
كيفاش نتعامل ايضا مع السلطه، والسلطه كيفاش تتعامل معنا، لازم يكون فيه المعامله صح، لكن اطار قانوني يضبط الممارسه مهم. لا درك راني جاي ايضا، راني جاي المعامله تكون على اساس دفتر اعباء. قال هاي الامور اللي قادرين نتكلموا فيها، هاي الامور مش معناه كما نقولوا احنا انك تحدد حريه الصحفي، ولكن كاين امور تضبطها حساسه، كاين امور حساسه. مثلا في فرنسا ما عندكش حق انك تتكلم في السياسه الخارجيه لفرنسا، اكيد ما كانش خط احمر كلهم متوافقين عليها. اذا احنا يعني نقولوا احنا كمجتمع يعني كذا كما نقولوا ناشئه، يعني كدوله ناشئه يعني 50 سنه في حياه بلدها شيء قليل، يعني نقولوها بكل صراحه، لازم ناخذوا الاحتياطات نتاعنا ونكونوا يقظين. اذا لازم المعامله نتاعنا مع السلطه ومع السلطه يعني كيما نقولوا احنا تكون فيه مفاهمه، مش اعداء لبعضنا، مش اعداء لبعضنا، احنا رانا باش نخدموا معا لمصلحه البلد. وبالتالي يا خويا المسؤولين اللي راهم على هذا البلد قال يا صحفي ها واش ها هاي هاي هاي. ومن بعد مثلا في المغرب، في المغرب ما عندكش حق انك ما تدافعش على مثلا الصحراء الغربيه باللي الصحراء ماهيش صحراء مغربيه، وما عندكش حق ما تدافعش على كما نقول الاخر الملك، والا ما عندكش وجود، والا ما عندكش وجود. اذا احنا علاش احنا عندنا العقده هذه؟ علاش هذه العقده؟ علاش احنا متطرفين في كل شيء؟ احنا نحبوا نكونوا ديمقراطيين اكثر من الناس، ونحبوا نكونوا كما نقولوا احرار اكثر من الناس. لا يا استاذ صحيح. الحريه نتاعك توقف تبدا عندما تبدا حريه الاخرين. كذلك نرجع الى الموضوع، الى الموضوع احنا في هذه المسائل يعني ما عندناش مشكل تاع الديانات، ما عندناش مشكل تاع طوائف اقليات، ما عندناش مشكل، ما عندناش المشكل، بل فيه تنوع لغوي، فيه تنوع ثقافي، معليش وهذا يخدمنا صحيح ويصنع قوتنا. التاريخ تاعنا يثبت ذلك، علاش يثبت ذلك؟ ما نهضروش على امير عبد القادر، عملك المرجعيه الكبرى للمسيحيين شكون؟ هو الجزائر الاصل سانت اوغستان، سانت اوغستان اكيد اكيد صحيح. الامريكاني كيما نقولوا احنا يحلموا به، يحلموا به. شوف كنا شوف المرجعيه تاع كل المسيحيين هو سانت اوغستان، هو الجزائر الاصل. علاه ما عندناش عقده من هذه الناحيه هذه؟ ما عندناش يعني ما المشكل درك صح، كل مجتمع في التطورات نتاعو يجيب مشاكل. احنا مثلا لازم اليوم ننظم الحياه العامه نتاعنا بالفعل، الاحياء نتاعنا في الادارات نتاعنا في كل شيء، في كل رانا نتكلموا على مثلا الموضوع كما نقولوا لاثاره الزميل تاع هذه تدير مثلا تنظم نشاط رياضي وما تعلمش عليه. لا صحيح لازم صحيح. لازم نعرف كيفاش ننظم حياتنا اليوم. ربما نرجع الموضوع نتاع الاحياء الجديده ونتكلم اكيد اكيد يعني. جاي لها وهاب حتى اختم لانه عندنا مواضيع اخرى، وموضوع الاعلام لو نغوصوا فيه اكيد، وان كان تابعنا على مدار الاسبوع نقاشات كانت مهمه جدا في جميع وسائل الاعلام، لكن انا اختم معك اكيد يعني مع تزايد الان المنافسين للاعلام، الاعلام التقليدي اذا صح التعبير، خاصه وسائل التواصل الاجتماعي التي اصبحت تضرب اطنابها يعني في قضيه المنافسين الكبيرة للأعلام، أصلا أصبحت كينونة الإعلام هذا التقليدي أصبحت في خطر، لكن في اعتقادك الشيء الذي يمكن أن تراهن عليه هذه وسائل الإعلام لكي تبقى في الساحة ما هو؟ أولا احنا ما نخرجوش على سيرور التطورات اللي حاصلة في العالم، يعني لاحظنا مثلا المؤسسات الكبرى في العالم اليوم تستثمر في التنوع، تستثمر مثلا في وسائط الإعلام الجديدة، في الإعلام الإلكتروني، الإعلام الرقمي. اليوم يعني ماذا يمنع الحكومة الجزائرية مثلا من أنها تضع يعني ثقتها وتضع مثلا ربما استثمارات في هذا القطاع؟ احنا لاحظنا أنه مثلا في ثمانينات القرن الماضي لما كانت دول كبرى تستثمر في إنشاء مثلا جرائد كبرى في عواصم عالمية لإبلاغ صوتها للعالم، لاحظنا مثلا في تسعينات القرن الماضي الموجة جديدة من الإعلام وهي السماوات المفتوحة كما قال أخي عبد الوهاب، وإنشاء قنوات عالمية. أصبحت هذه القنوات التلفزيونية تستعمل يعني كسلاح فتاك للدفاع عن مصالح الدول الكبرى وتحطيم مصالح وتحطيم دول. لاحظنا كيف تم تحطيم اليمن، كيف تم تحطيم ليبيا، كيف تم تحطيم سوريا، كيف تم تحطيم العراق، وكانت حرب العراق أول تجربة لنا أنها تكون أول حرب في العالم
تنشر يعني تنقل على المباشر. سوريا ايضا نقلت الحرب تحطيم سوريا على المباشر من طرف قنوات لا اسميها. ولهذا اليوم انا نقول ان اذا كان هناك نصيحه مني للجزائريين يعني فاليوم يجب ان نستمر في هذه التكنولوجيا الجديده في هذه الوسائل الجديده حتى نبلغ صوتنا للعالم لان صحيح. الجزائر لها قيم كبيره جدا يمكن تصديرها بالفعل. وعلينا ان نستمر في هذه ولا نجعل منها كما قال اخي عبد الوهاب نجعل منها اعداء. هذه التكنولوجيا نستغلها في يعني نعطيها كل الادوات ونعطيها كل الامكانات حتى تدافع عن صوره الجزائر وتبلغ صوت الجزائر لابعد نقطه في العالم. صور يا اختي وهبه اليوم لمجرد انك تدخل الى جريده الكترونيه او موقع اخباري الكتروني فانت يعني لانها اولا مضمون جزائري فانت موجود في العالم كله. بالفعل واعتقد باش نفوت البنبله اعتقد حتى يعني مش عارفه اذا كان نقولوا كلمه سر او مفتاح استمرارية هذه وسائل الإعلام والحد الفاصل بينها وبين هذه الوسائل وسائط التواصل الاجتماعي كما تحدثوا على فيسبوك وروترز أعتقد أنه هو المهنية تحري صدقية الخبر لأنه مهما يكون أول مستحيل يكون الفيسبوك مرجع أو يكون لا 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 لما يكون عندك إعلام موضوعي إعلام يتحرى المعلومة الصحيحة ما يخليش هذاك يصبح هو المرجع. لا نستحيل أن نقول بأنه تتوجه المهنية وتطبيق القوانين هو الحد الفاصل واحترام خصوصية الأفراد واحترام خصوصية المجتمع الجزائري لأننا نشوف الكوارث اللي راح تكون في مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا أعتقد أنه الاستمرارية هي بالموضوعية وبإطار قانوني يحكم الممارسات الإعلامية. الموضوع كبير وهاب إن شاء الله وما زال فيه المناسبات لكن خليني نروح للبنبلة ودور الإعلام بالتأكيد لا يتوقف فقط عند التحديات عند هذا التحدي اللي كنا نتكلموا عليه اللي هو قضية مثلا العنف ونشر ثقافة التعايش ولكن تحديات كبيرة الآن بما فيها المخاطر الكبرى اللي كنا شفنا الندوة اللي يعني الملتقى اللي نظمته وزارة الداخلية واللي فيه أعتقد أن حتى دور الإعلام مهم جدا. الإعلام إذا نتحدثوا بنبله في معادلة المخاطر الكبرى والتغيرات المناخية كيف يمكن أن يسهم في حتى تعريف الناس بأنه المناخ يتغير الآن يجب أن تتغير أشياء أخرى معه. هو صحيح لابد أن تكون هناك دائما التجدد وتكون هناك الرؤية الاستشرافية كما قلت لك قبل الإعلام ما هوش جري وراء أحداث تقع ولكن ممكن يهدر صحيح. على أشياء يحذر من أشياء من مخاطر وغير ذلك صحيح. الإعلام شريك في كل شيء إذا غاب الإعلام غابت المشاريع وبالتالي أنا نشوف هناك نقص كبير على مستوى الجماعة المحلية في التعامل مع الإعلام ما زال الإعلام يشوفوا ليه كأنه يتمد له المعلومة ويخرجها. الإعلام لازم يكون حاضر في الميدان لازم يكون مرافق حتى باش ما تكونش هناك المغالطات يعرف ما هو الأخطار ويعرف كيف ينبأ وكيف يحذر منها مسبقا. الآن من خلال هذه التحولات الكبيرة التي يعيشها العالم ومن خلال يعني الأحداث الطبيعية التي عرفتها الجزائر وصلنا يعني إلى نقطة الفصل. لابد للإعلام أن نعطيه له هذه المكانة والدور الأكبر ونخليه وهو يكون أحيانا يكون معنا يعني يشارك حتى في القرار تاع الجماعات المحلية وفي السياسة الوطنية ما يبقاش الإعلام يعني في آخر المراتب وهذا التأدية تاع هذه الوظيفة من خلال مختلف القنوات بما فيها الرقمي لأن الرقمي صح كما أثرتي السؤال الرقمي ما نخافوش من هذا الرقمي ولكن بقدر ما يكون هناك مهنية بقدر ما تكون هناك احترافية الإعلام تلقاه يقارع الواقع يمشي معاه ويستمر بكل قوة بدون حرج وبدون تأخر وحتى ما يكونش هناك هذاك الإعلام هذاك اللي يثير الإثارة والأكاذيب والأخرى روحوا الأشياء أكثر أهمية تفيد حتى المجتمع وهذا ما تعتقدش بانه جاكون بانه حتى الان يجب تقويه البرامج هذه تاع البيئه الان البيئه يجب ان تحظى باهميه اكبر حتى ربما حتى كوزاره تصبح سياديه لان الموضوع اصبح صح ضاغط اصبح صح مهم لما لا ومضات اشهاريه نكثفوا منها حصص متعلقه بالبيئه حتى في الصحف يعني نصبح نتناول القضيه باكثر عمق واكثر جديه لانها الخطر الدائم يعني مقبل كنا نتحدث على ازمات سياسيه أزمات اقتصادية أزمات حتى أمنية الآن أعتقد من الآن وصاعدا نتحدث على أزمات مناخية وتحديات مناخية كبيرة جاية. احنا أولا كإعلام عندنا خدمة عمومية
مثلا مرصد الأحوال الجوية يصدر بيان صحيح نشرية على كل وسائل الإعلام أنها تنشر. إذا تنبه قال في المنطقة الفلانية وش راح يكون فيها لهنا راك تنبه الناس تنبه الناس باش يخذوا الاحتياطات نتاعهم وبالأخص المسؤولين يعني المحليين اللي راهم معنيين بالدرجة الأولى. هذا يعني العمل البداية. كذلك مثلا الحصص المختصة في هذه المسائل جيب خبراء يا خويا جيب خبراء خليهم يتناقشوا حول هذه المشاكل لأنه الناس لحد الآن ما هيش فاهموا وش هذا التغير المناخي واش راح يكون. جيب مختصين جيب الناس ما نخوفهمش صحيح لا لازم يكون لأن وعوهم فهموا لا عمل بيداغوجي يعني. عمل تربوي قال نجيب المختصين وزيد يبسطوا المفاهيم ما تجيبش أنا باش تطلع لي المستوى وتولي نقاش بين الخبراء علمي لا بين الخبراء لا هذه لازم كذلك عندنا دور في كذلك نديروا ريبورتاجات لما مثلا يكون مدينة نظيفة كما يقولوا نقدموها كنموذج لما لا ما نستناوش حتى تكون فيه مكافأة مع مثلا من طرف كما يقولوا السلطة والجهة لا بالعكس نشهروا بهذه المدينة باش تولي هي كما يقولوا مثال يقتدى به صحيح. لا هذا عندنا دور عندنا مسؤولية ماشي عندنا فقط المسائل هذه تاع اللي في ديفار هذه تاع الاشياء العامه لا هذيك مالي هذيك تاع وللاسف يقولوا العداله وتاع المحاكم لا ماهوش هذا هو دورنا والدور زيد ما نتخلاو شويه على الاثار ما قلتلكش ما ديرش الاثاره ولكن كي نقولوا بالنسبه في حدود يعني في حدود معقوله ما تعودش هي الاصل تعود هي الفرق دور الاعلام دور يعني اساسي واستراتيجي بكل صراحه في دور الاعلام وحتى دور التربيه اللي ما حتى ذوق من ما نعاودوش يعني حتى حتى يعني المناهج الدراسية الآن تصبح مواضيع البيئة من الابتدائي إلى الثانوي مواضيع أساسية ومطروحة. وهاب خليني باش نجاوز هذه النقطة حتى رئيس الجمهورية خلال هذا الملتقى منح الحكومة 6 أشهر لتحيين استراتيجية مكافحة الكوارث. في اعتقادك الأمور مربوطة بالوقت أم بمدى الجدية التي ستتعاطى بها القطاعات المعنية في التعاطي مع هذا المشكل؟ لا أنا رأيتها المشكل. من 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 الجانب الثاني رأيتها بأن هناك موضوع جدي ملح لأنه مثلا في السنوات التسعينات أو الثمانينات كانت هناك بداية لبروز تحول مناخي في المنطقة وفي العالم حتى منذ 10 سنوات الخبراء حذروا من هذا الشيء كنا نشوف بعض فترات الجفاف الطويل مثلا في شمال إفريقيا الجزائر شمال كذا ولكننا خلال 3 أو 4 سنوات الأخيرة أصبحنا نشهد تغيرات مناخية عنيفة وأصبحنا يا إما جفاف يا إما فيضانات نعم كلما سقطت الأمطار كلما لاحظنا فيضانات خطيرة جدا. هذا ربما أنا من الزاوية التي ندرس لها إلى تنبيه وتحذير والأمر اللي أعطاه رئيس الجمهورية خلال 6 شهور تغيير الاستراتيجية لأن هناك إلحاح فعلا وهناك تجاوزات رافقت مثلا العملية التنموية خلال 98 القرن الماضي. هناك بنايات كثيرة أنجزت في مجال المياه هناك بنايات كثيرة فوضوية أنا أتحدث على البنايات الفوضوية هنا أتحدث حتى المشاهد الكريم يكون على بينة من الأمر. فالبنايات الفوضوية التي مثلا عرفتها مرحلة التسعينات اليوم هي سبب من الأسباب المباشرة ليس فقط لتدهور النظام البيئي حول في داخل المدن وإنما أيضا حتى على الساحل. اليوم لاحظنا أنه مثلا الكثير من المدن الفوضوية أو الأحياء الفوضوية بنيت مباشرة على الساحل على 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 ضفاف الأودية. اليوم لاحظنا مثلا أنه في ولاية بسة حتى على مناطق ماهيش بعيدة من البحر والبحر ولكنها تؤثر مباشرة عند يتقدم الفترات يتقدم بواحد متر سنويا يعني نعم شوف نعم حتى اللي نعم راهم على ضفاف البحر مش بعد عليه حتى خلال سنوات قليلة راح يروح كلش راح تكون يعني وهناك أيضا ظاهرة أخرى لاحظناها بداية هذه السنوات الأخيرة وهذا هنا يدخل دور المسجد يعني الخطاب المسجدي لازم يتجدد دور المدرسة دور الجامعة دور المجتمع يعني المدني المجتمع المدني الجمعيات يعني كيف أننا أصبحت شوارعنا وأحيائنا تقديره يعني والله استحي نقول العبارة ولكن يعني لماذا نلقي الأوراق نلقي القدرات في الشوارع يعني حتى أصبحنا حتى تاع العيد اللي هي دار تاع العيد في المجاري نعم هي طروة نرموها يعني شفنا أشياء غريبة ترمى الريكوبيراسيون راهي صناعة اليوم بالفعل يعني
كان. هناك دول كثيرة في العالم، ماليزيا مثلا، ألمانيا مثلا، يعني أصبحت تدخل دراهم كبيرة جدا بالفعل. وتنمي مجتمعاتها المحلية ومجتمعاتها من هذه. احنا بالفعل. اليوم نساهم يعني مساهمة كبيرة هنا المواطن بالفعل في الإضرار بالبيئة أكثر من مساهمة في الحس في المدني والمسؤولية وهاب حتى على المواطن، لأنه المسؤولية تقريبا مشتركة إضافة إلى المناخ. حتى عندنا أشياء احنا كمواطنين رانا نديروها والضر إضافة إلى مسؤولية الجماعات المحلية والعديد من الجهات. تحدث وهاب على قضية نبنوا في الوديان ونبنوا في وين ما جانا، وهذا ربما راجع بنبلى إلى غياب أصلا سياسة تسيير المدن كإشكال عام مطروح منذ سنوات. تعتقد بأنه وزير الداخلية أعلن عن افتتاح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة قريبا بتلمسان، يعني صرح كهذا تعتقد بأنه سيخفف على الأقل من ما نراه من فوضى عمران، من فوضى الكثير من الأشياء؟ شوف أنا نشوف لازم نخرجهم من صدر البلانيفيكاسيون بالطوارئ. لازم تولي العمل العمل متأني، العمل بعيد المدى. احنا نبنيو ونتوقفوا عند البنيان، ما كانش تسير العمران. شوف المدن الجديدة اللي تبنات من الثمانينات والآن فوضى عمران. صحيح. مشكل رهيب. يعني كنا تحت ضغط الحاجة. الحاجة صحيح. ضغط الحاجة خلتنا نديروا أخطاء ربما. الحاجة. لكن الآن ما عدناش مجال للخطأ. يفترض نقرأ ندرسوا مليح المناطق وين رايحين نبنوا، ندرسوا مليح أي شيء مشروع يكون مدروس من جميع النواحي. لازم نخرجوا من الطوارئ، ولازم تكون عندنا نظرة استشرافية. كي تكون يعني نديروا مدينة أو نديروا أي إنجاز، لازم نخليو تكون هناك أهل الاختصاص والخبراء هم اللي يقدموا الحلول، ما تكونش الإدارة هي اللي تقرر فقط. وبالتالي كيكون هناك يأتي التسيير العمران. التسيير العمران ليس فقط سلطات عمومية، ولكن فيها جماعات محلية، يعني ستانونسامبل هي حتى خبراء لاستشارة الخبرة النبية. لينا شوفوا مثلا، يعني احنا قاعدين نكروا في يعني في أخطائنا في الأخطاء اللي خلت بمجرد يعني قطرات أمطار تغرق مدن بأكملها. لا لا بين قوسين، يعني مش قضية قطرات، يعني أنه طيح لك 80 مليمتر في 10 دقائق اللي هي معدل 3 أشهر طيح لك في 10 دقائق. وشفنا هذه الأشياء، شفنا مش عندنا، شفنا في إسبانيا، في إيطاليا، في فرنسا. يعني الآن تغيرات يعطيك صحة، مش قضية قطرات حتى. نسيرها بعقلية العالمية، يعطيك صحة، يعطيك صحة، لأنه في حقيقة المناخ تغير والفيضانات أصبحت. بيت نقول يعني صحيح هناك تغيير مناخ، ولكن احنا يبان لي احنا ايضا متاخرين على مواكبه هذه التطورات باعتراف الجهات الرسميه باننا تاخرنا. وبالتالي هذا اللقاء اللي تم من اجل تهيئه المناطق الحدوديه ومواجهه هذه الطوارئ هو جاء في الوقت حتى نخرج من هذه الزوبعة وتكون عندنا سياسة استشرافية. صحيح. صحيح. وتكون عندنا لأنه القادم أسوأ مناخيا، هذا ما يقول العلماء بأن الأمور تسير العمران وما يبقاش يعني نعيشين على الخوف، نخليه هذا الأحوال الجوية ولا التغيير المناخ، ولكن نعيشوا معه وباش نعيشوا جاكون، يعني لأنه الطبيعة تقريبا تمهل ولا تهمل. أي واحد يعتدي على الطبيعة راح يخلصها ولو بعد قرون. رئيس الجمهورية تحدث على تعويض المتضررين، تعويض الفوري، يعني هي حاجة مهمة. لكن ألا تعتقد بأنه الآن تعويض ربما الفوري، لأنه حتى هذه التداعيات المناخية راها تجي سريعة ومفاجأة، وحتى الناس ما كانتش تعرف باللي المناخ راه أصبح خطير إلى هذه الدرجة. لكن ألا تعتقد بأنه من للقدام يفترض أنه المواطن يأمن تكون عنده ثقافة تأمين من المخاطر، يعني على ممتلكاته، على سياراته، على بيته، على الكثير من الأشياء، حتى على حياته؟ لا، القوانين الموجودة ما فهمتش غير ثقافة التأمين. عندنا مشكلة احنا فيها، ممكن وكأنه ما فيش، ما كانش قوانين، ما كانش في هذا البلد. لا، بكري كانت الخطة الوطنية للعمران، كان الخطة للولاية للعمران، كان الخطة البلدية للعمران، الميكانيزمات كانوا موجودين، لكن هلا طبقناهم. وكذلك يعني نسمعوا عندنا العقلية وسعنا العقليه، مازالت هذيك العقليه نحبوا نبنيو غير الفيلات، ومن بعد كي يكبروا الاولاد يروحوا، تبقى الشيخ والعزوز واحد. حتى عندنا الاتكال على الدوله، قال لا 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 العقليه، لا حرائق الغابات، لا لا العقليه، حنا وشيا واحد كيحب يبني نفسه ولاده، ما بقاش هذه، فهمت؟ حتى هذه تاع الفيلات بزاف، وهاو دروك ماهوش راهم ماجورين، يعني ماجورين، لان هذا موضوع واحد اخر. لا 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 لا، فيها دخله في السوسيولوجيا، في دخله العقليه نتاعنا. كذلك
على انت هذا لا يبني فيلا ملايير وما يأمنهاش حتى لا نعم. وزيد كذلك 10000 دينار صحيح 10000 دينار وكذلك صح. اليوم فيه سياسة أمين تروح مثلا اليوم تروح مثلا تحب تشري سيارة جديدة وتحب مثلا يدري تكون فيه تخفيضات يعني المؤمن واش يقول لك؟ يقول لك عندنا برودوي عندنا منتوج اخر يخص مثلا مثلا بالزلازل هكذا مثلا قداش ديكلارين باش يخفض لك باش يخفض لك باش يخفض لك من قيمه التامين تاع السياره يعطيك يعني اشياء اخرى برودوي اخرى باش انت باش يحثك باش يحثك انت كمواطن باش تامن دارك وتامن يعني موجود في دارك هذه اذا رغم اختي وهبي داك الشيء بسرعه وهذا في العجاله انا اريد العوده الى القانون اللي صدر في 2004 بعد زلزال بومرداس اليوم تطبيقه 10% فقط يعني على الرغم ان الزاميه التامين ضد الكوارث الكبرى اليوم الجزائريين يعني اعتقد اننا واعتقد انه بهذه الكوارث نحن مجبرين للتوجه للتامين لانه حتى سياسة غير عمل على الدولة دكتور تعوضني بزاف في مسؤولية الآن على وهيبة باش تدرك تدي وثيقة الملكية نعم الرزق نتاع حتى تكون مأمن حتى تكون مأمن وحتى نشيروا لها حتى المشاهد الكريم يكون عارف يعني التأمين على ضد الكوارث هذه ما يتجاوزش 4000 دينار يعني يبدا من 2800 حتى 4000 يعني مبالغ مبالغ لما تكون أملاك كبرى حتى عدت يعني عنده سكن بيت يعني حتى لو مواطن بسيط يعني قدرته محدودة لكن لما يشوف انه ربما النتيجة او الهدف اكبر معليه ليش يعني يشوف كيفاش يدبر حتى هذا وهاب دور الصناديق نعم نعم دور الصناديق باش يشهروا نعم باش يشهروا ما تقعديش انا في في المكتب والسناسي انت تخرج بالفعل ويحسوا وكان الان الوسائل يحسوا بها المواطن وهاب حتى نمر يعني موضوع اخر كان كذلك شكل الاهتمام الاعلامي هذا الاسبوع قضيه المعرض التجاري الجزائري بنواقشه بعد فتح المعبر الحدودي لاول مره بين البلدين الجزائر كانت دائما توصف بانها بوابة إفريقيا لكننا في الواقع كنا بوابة جغرافية فقط نعم. الآن تحولنا إلى بوابة نعم. تجارية فعلية. بوابة اقتصادية نعم. أنا في اعتقادي أنه أولا الله نبارك الخطوة هذه بكل صراحة أكيد يعني أكيد مهمة كنا غايبين كثير في إفريقيا كنا اقتصاديين خلينا الفارغ بحكم تخصصي لا ما كناش غايبين في السابق أستاذ ما كناش غايبين في السابق والقروض والقروض اللي عطاتهم الجزائر لا 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 يحكي على تجاريا 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 على الارض لا اخي عبد الوهاب الجزائر قدمت ما عليها لا يزيد احد على الجزائر حتى امنيا حتى امنيا كنا متواجدين في افريقيا الجزائر دفعت فاتوره ورئيس الجمهوريه يعني مسح ديون البلدان الافريقيه 1.4 مليار دولار يعني بمقاييس ومعايير هذا الجست هذه الخطوه هذه هي كبيرة جدا ولكن أنا أتحدث عن الجانب تجاريا يعني على الأرض جانب تجاري فهذه خطوة يعني بداية رائعة جدا ويجب أن تتمن ويجب أن تحط عليها في الإعلام ويجب أن يعني نروج لها صحيح لأنه أختي وهبة يعني بالمقارنة فقط لأن بالمثال يتضح المقال كنا حتى نوصل كونتينر يعني حاوية إلى من الجزائر إلى موريتانيا تتطلب 3 أشهر تروامو يعني نروح منا للمالطا ولا منا لإسبانيا ثم نذهب إلى 3 أشهر يعني إذا كان منتج زراعي يعني يفوت الوقت الآن 10 أيام على شبكة الطرقات وشبكة 10 أيام أقصى تقدير هذا المعبر الحدودي هذا لأنه رايح يفتح لنا الباب ليس فقط على السوق الموريتانية طبعا السوق الموريتانية أشقائنا وإخوتنا وعائلتنا وأهلنا وعلى راسي وعيني ولكن أيضا ما ننسى أنه تجمع غرب إفريقيا مهم جدا للدول. للغايه لانه هذا الطريق هذا طبعا فيه بعض المتاعب كما سمعت يعني مدير الرئيس المدير العام لمجمع لوجيترونس كان يتحدث على بعض المتاعب متعلقه بالارضيه يعني بالمسار داخل موريتانيا صعب بعض البيست نعم بعض المسمو ولكن نتجاوز هذا يعني اليوم 5 أيام أختي وهبة 5 أيام السلعة يعني السلعة الجزائرية موجودة في المنطقة هذه وأيضا هناك ربما يعني اهتمام كبير من المجتمع الموريتاني ومن من تجمعات صحيح. غرب إفريقيا بالمنتجات الجزائرية واليوم خليني نقول بكل صراحة اليوم المنتجات الجزائرية يعني أصبحت ذات يعني جودة ذات نوعية ذات جودة وبإمكانها أن تنافس يعني ليس فقط في إفريقيا
ليس فقط في افريقيا وكلها بكل صراحه. صحيح، عندهم منتجات تروح حتى لاوروبا، حتى اوروبا اليوم فيهم متعاملين في القطاع الكهربائي والقطاع الالكترو يعني الكهرومنزليه وكذا، اصبحوا بامكانهم ان يصدروا لاوروبا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، يعني ومنتجات تنافسيه. اليوم اليد العامله في الجزائر يعني لا يمكن مقارنتها باوروبا، الطاقه في الجزائر لا يمكن مقارنتها باوروبا، وهذه كلها كمدخلات في العمل الانتاجيه كلها في الباكج تاع الانتاج بامكانك ان تقدم منتج يعني تنافسي في السوق. بالفعل. في السوق. واليوم هذه كبدايه احنا نقول باننا الاسواق العالميه ربما صعبه نظريا بالنسبه لنا، ولكن السوق الافريقيه هو جوارنا المباشر بامكاننا ان نستثمر، ليس فقط في موريتانيا، في السنغال، في مالي، في النيجر، بوركينا فاسو، في البنين. وهناك ايضا كنا نتحدث في البدايه على التعايش، هناك مرجعيه جزائريه احنا نسينا نستثمر فيها وهي مرجعيه الدين. هناك جزائريين تيجانيين، زاويه تيجانيه بالفعل في هذه المنطقه، هذه تجلب ربما ملايين السياح، كل هذه صحيح، وكل الاوراق الان يفترض متاحه حتى نكون حاضرين ومحاضرين بقوه في كل المجالات. هناك نقطه فقط يعني حتى نكمل ونخلي اخي، هناك البنوك ايه. رجاءً البنوك احنا ما نترجمهمش من اجل انفسنا، من اجل بلدنا. البنوك الجزائريه غائبه وثقيله ومترهله، يجب ان ترافق هذه المستثمرين، هذه رجال الاعمال هذو لما يروحوا تماك يجب ان يتلقى شركه تامين جزائريه وبنك جزائري. صحيح، وهذا النقائص اللي راه يتحدث عليها وهاب بن بلة، يعني قضيه البنوك، قضيه حتى كانت تحدث على بعض المصاعب الطرق وبعض يعني المسالك اللي كانت صعبه والمسافه. هل تعتقد، شفنا بعض الانتقادات اللي كنا تبعناها، هل تعتقد بانه الجزائر الان يفترض ان تكون عندها سياسه هجوميه اقتصاديه وتجاريه باتجاه هذه الاسواق اللي يعني هذا الذي يجب اتجاه هذه الاسواق الخارجيه، ونراجع ربما نقائصنا ومشاكلنا او فيغ ميزور كما يقولوا بالتوازي او في نفس الوقت؟ صحيح. ام اننا لا نبقى وقال استنى ما نروحوش، استنى نضع الاستراتيجيات والمخططات ومش عارفه واش، حتى ربما حتى ناس واحد اخرين يجوا يدونا الاسواق ويدونا الفرص. شوفي انا نشوف الازمه يعني تراجع سعر النفط ازمه يعني خدمتنا اكثر ما يعني ضرتنا. نعم، لابد من الازمه هذه نستغلها ونفكروا في اشياء اخرى، في رؤيه جديده. الجزائر يعني حاضرة في افريقيا من زمان، سياسيا دبلوماسيا ازمات افريقيا تساهم فيها بنسبه كبيره. ما كانش ازمه يعني ونزاع في افريقيا ما تكونش فيه الدبلوماسيه الجزائريه في تسويتها. الان هذه الدبلوماسيه لابد ان ترفق بالدبلوماسيه الاقتصاديه. نعم. تكون الخطوه تاع معرض الجزائر ماهوش يعني الاول، ولكن لابد ان يوسع، ليس فقط هو فاتحه وبدايه باش نكون صحيح. فيه لقاءات تمت يعني ما نساوش فيه اللقاء حول الاستثمار في افريقيا اللي تم في الجزائر، وشفنا حضور يعني قياسي للافارقه. يعني شفنا ايضا حتى الرؤساء الافارقه لما يجيو للجزائر ويزوروا يعني المناطق الصناعيه يعني يعجبوا بالمنتوج الجزائري. هذا عندنا يعني عندنا دي كاليتي. الان نخرجوا من هذا المخاوف ونقتحموا هذا السوق، لان الاقتحام تاع السوق هو يخلينا ايضا نزيد نطوروا انفسنا، ويولي المنتوج ميد ان الجيريا يولي يعني تنافسي معروف في الاسواق. وشفنا يعني دارنيرمون كيف يعني هذا فيه اتفاق بين شركات جزائريه وامريكيه لتسويق بعض السلع. بالفعل. ولقات الرواج كان صحيح. فهمت، وبالتالي ما عندناش يعني خيار اخر، لابد من الدخول لهذا الفضاء الحيوي للجزائر. وشفنا بعض كذلك حتى التسهيلات، شفنا الخطوط الجزائريه راح تخصص طائره في ابتداء من شهر نوفمبر. نعم. صحيح، لنقل تقريبا ازيد من 20 طن، راح تكون مواد الكترونيه وكذا، وتجلب المواد او المنتجات البحريه من موريتانيا جاكون. الان التحدي اننا الان وصلنا إلى السوق الموريتانية، الآن نتواجد على مستوى السوق برك، أم يجب أن نتمركز بمؤسسات، بشركات، بمصانع؟ لما لا؟ لا، درك كما نقولوا التجارة تفتح لك مجالات كثيرة، لأنك لربما بفضل التجارة راح تشوف الميدان، راح تكتشف الميدان الآن. راح تشوف هل في تسهيلات، في التسهيلات مثلا كما احنا باش كاين اتفاق تفاضل تجاري راح يبرم بين الوزارتين، التجاره قريبا. مثلا في يخص مثلا صناعه المنتوجات الالكترونيه بامكاننا ان يعني المقاولين الجزائريين انهم يخلقوا شركات ثم، ولكن ما يكونش هذا على حساب
هذه كيما يقولوا الحاجيات الوطنيه. انا نظن الفائض هو اللي يصدر، هذا هو الاساس. ما يكونوش اننا كيما نقولوا احنا نصدر ونخلق كيما نقولوا احنا ندره يعني في السوق الوطنيه السوق. لا هذا ما يكونش، يعني لازم يكون فيها تفكير. المهم نبدا وكيما نقولوا اخر ونكتسب تجربه، وبهذيك التجربه نعدل نفسنا. إيه لا لازم هذا اللي كما قالوا الزملاء، هذه الازمه هذه لازم نستثمروها نثمنوها. نعم نتعلموا منها، نتعلموا منها بكل صراحه. نعم. عندنا امكانيات بالفعل. وقادرين، عندنا حتى خيارات اخرى، عندنا ثروات اخرى لازم نبداو فيها. كاين عندك عندك الفوسفات، عندك عندك ما شاء الله البلاد كبيره. وانا شفنا ورانا شفنا كبير في شفنا تصدير يعني اول شحنه من الحديد للهند منذ 10 سنوات، والاسمنت من بسكره شفنا. يعني هناك بعض اختي وهيبه، اليوم الاسمنت الجزائر بلد مصدر، اليوم الجزائر وصلت يعني هناك نماذج مليون طن. ايضا الفوسفات عندها امكانيات، تحركت يعني حركه التصدير. في السنوات الفارطه كان عندنا ما يسمى بالمرض الهولندي، سندروم هولندي. يعني كان هناك مداخل كبيرة في من تجارة النفط والغاز. الجزائر يعني كانت يعني تستهلك بشراهة، ويعني هذا ربما خلانا نتعلم درس. الأزمة النفطية الأخيرة تعلمنا درس كبير، وهو أننا لا ننظر فقط إلى كيف نغطي حاجياتنا الداخلية، وإنما يعني نعمل على أننا نكتسب يعني نكسب العملة الصعبة من خلال التصدير. وهذا لأول مرة وربما من سنوات طويلة صادراتنا من خارج المحروقات بلغت 2 مليار دولار في 6 اشهر. اليوم نحن نتجه اننا ننهي السنه لاول مره، لاول مره من سنوات ربما من الستينات ولا من يعني ب 5 مليار دولار صدرت خارج المحروقات. ولكن ايضا يجب ان تعمل كل المؤسسات وبما فيها بنك الجزائر. بنك الجزائر عليه ان يغير القوانين والتشريعات لتسمح لراس مال الجزائري بالحضور في الخارج. اليوم راس مال الجزائري حضوره في الخارج هو جريمه اختي وهبه. لما رئيس مؤسسه اقتصاديه كبرى يصدر منتجاته، لاحظنا العشرات، احنا نتمنى يكونوا الاف دي كابيتان داندستري اللي قادرين يصدروا، ولكنه لو يجي خارج ب 1000 دولار في جيبه يحكموه في الايروبور هو اللي ممكن يديه للسجن. يجب ان تتغير هذه العقليه. باش راح يفتح ممثليه في مالي؟ باش راح يفتح ممثليه في النيجر؟ باش راح يفتح ممثليه في السنغال؟ يعني يروح تما ويولي يشحد، ما كاينش منها هذا كابيتان، هذا ان كابيتان داندستري. لازم يروح لتما ولازم يتصرف على اساس انه يدير به بلد الثقه. الا ما دارش به بلد الثقه ما كاينش يصدر. بالفعل قضايا كثيره للنظر حتى باختصار لان الوقت باختصار شديد. احنا في هذه العولمه ما بقاش يعني هذا السوق محلي انتهى. صح. الحمايه في المستقبل الحمائيه راح تزول، يعني ما تبقاش هذا الاتكال، هذه الاستثناءات تبقى. وبالتالي المؤسسه الجزائريه لابد ان تخرج من هذه النظره وتفكر باللي راه الاسواق الخارجيه هي امتداد للسوق الداخلي. وان كان نشوفوا يعني ترامب راه يحاول يرجع للحمائيه بفرض الكثير من الرسوم على دول اخرى. وهاب لا 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 خليني نرجع لك، الموضوع طويل وعريض ومعليش، والحصه في كل مره راح نتناولوا هذا، نرجع الى تقريبا نفس القضايا. وهاب 85000 سكن شفنا البارح بداية توزيعه إلى غاية ذكرى الفاتح نوفمبر، رقم ضخم، العملية الأضخم من نوعها. رهان الكم والنوع تقريبا رانا كسبناه، وحتى قضية كنا نبنوا مئات ألف سكنات ونخلوها مكدسة وما نوزعوهاش، الآن انتهى هذا الزمن. أي الحصص اللي توجد الآن نوزعوها الآن؟ قضية ربما كيف تعلق على الموضوع، وقضية المرافق أيضا. في اعتقادي أنا ديما قلتها وما زال عند رأيي، أن الجزائر رفعت هذا الرهان هذا وكسباته. 3 مليون سكن يعني في تقريبا اقل من 20 سنه، هذا في الاحلام ما يحصلش، ولكن في الجزائر حصل. وزيد اكثر من هذا ان هذه السكنات تمنح تقريبا بالمجان للجزائريين، تمنح بالمجان. يعني هذا 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 راه رهان كبير جدا. لاحظنا بلدان كبيره انها تبني 100 سكن تعمل منه حيحيه، ولكن احنا التحدي اختي وهبه، انت راكي بديتي تبنيها وانت مشكوره وضعتي يدك على الجرح. اليوم المرافق، احنا نشكر القائمين على هذه الانجازات الكبرى، لان في نهايه المطاف هذو الجزائريين عانوا من العشريات من الاحتياج، وعانوا من الحرب المدمره قبل استقلال البلد، وعانوا من الارهاب في التسعينات. اليوم من حقهم انهم يتمتعوا في بلدهم، ولكننا لما نشوفوا ايضا، انت قلتي تخرجي من بيتك على الساعه 8 تلحقي للعمل على الساعه 11 ولا الساعه 10 ونص، يعني يجب ان نهتم بالمرافق. يجب ايضا نحن نتالم
لما نشوف مثلا قسم في مدرسه ابتدائيه فيه 70 تلميذ، يعني يجب ان تكون هناك السيروره بقدمين، يكون هناك نجاح في الجانب السكن وانشاء سكنات والهياكل ايضا الهياكل يجب المؤسسات المعنيه هي مؤسسات ولائيه وبلديه، يعني اذا كانت البلديه من مصلحتها انها مثلا تعمل مدارس ابتدائيه وكذا، فايضا يعني تجهيزات ومديريات التجهيزات العموميه يجب ان تسارع. وفيه ايضا نقطه ربما انتبهوا ليها مؤخرا ولكن معليش نذكروا بها، لماذا نبني سكنات مثلا 100,000 سكن ولا 10,000 سكن ولا 5,000 سكن ثم التجهيزات وكذا تبقى تنتظر بسنه وبسنتين حتى ربما السكنات في حد ذاتها تبدا تتاكل بفعل العوامل الزمن والابواب تسرق والنواب تسرق. فعلينا ان نكون يعني حتى ما تكونش هناك ضياع للجهد وما يكونش هناك ضياع للمال، يعني أكيد. يجب ان يعني اذا كانت جاهزه نسلمها وايضا تكون ترفق بالتجهيزات حتى تكون هناك، وايضا ما تكونش مرافق يعني ولا نعم. ولا سكنات للنوم فقط، تكون فيها حياه، تكون فيها حياه حتى يعني ما نلاحظوا العنف وما نلاحظوا يعني شباب. حتى الرئيس قال خلاص اللي سيتي دورتوار هذو دورتوار بارك الله فيك يعني. وهاب سامحني بالله تريد تعليق باختصار يعني حتى شفنا رمزية إطلاق العملية من الجنوب من بسكرة، حتى الاهتمام واضح بالجنوب قضية السكن وهيبة ما أسهل يعني القيام بإنجازات ولكن ما أصعب تسيير هذه الإنجازات. التسيير هو الحركة المفصلية، التسيير يعني معناه هناك مرافق وهناك تخلي فعلا احنا نعيش في مدينة وتكون هناك يعني نظرة تاع مواطنة ونظرة حضارية لا تتعدى فقط الإنجاز. قضية التسيير حتى قضية التسيير وقضية الصيانة، لأن المنجزات التي تتم لابد أن ترافق يعني بهيئات لتتولى هذا الأمر حتى تكون فيه مدينة يعني تاع 100 صنع، مدينة تاع 200 اكسيتر. بالفعل وقضية المرافقة مش فقط من المؤسسات وحتى من قبل المواطن هو يهتم بحيه، يعني لأن شفنا بعض المظاهر السلبية للأسف أنه يعني نشوفوا إنشيتي هكذا ياخذوها ما يدورش عليها العام، نشوفوا الكتابات ونشوفوا أشياء يعني فسدوها وخسروها للأسف. لكن عدة ثانية كذلك نماذج هائلة جاكون وحتى نختموا بها قضية سطيف اللي تحصلت على تحصل الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء في طبعتها الأولى جائزة الرئيس. طبعا والمواطن كان عنده دور كبير أنه مدينته تكون نظيفة ونقية وبهذا الجمال. هو في السابق كانت مدينة قرمة، مدينة بن بلة هي اللي كانت مثال يعني كيف. لا سطيف معروفة يعني حتى من ناحية العمران حتى لقب مستحق يعني احترام. صحيح. عندهم إدارة نشيطة يعني بكل صراحة، وفي مواطن محب المدينة وفي تطبيق صار. لا هو اللي شوف هو كل شيء متعلق بتطبيق القانون لما تكون فيه ردع، يعني هذه الانسان باش تحكمه بالقانون بالفعل. واحيانا لما يخالف القانون حلال غالب لازم يكون فيه عمليه رضع. ما نسهلوش معاه يعني بكل صراحه بالفعل. لما يكون فيه تطبيق القانون كما نقول اخر الحياه تكون عاديه لان الانسان واش يحكم بيناتنا واش يحكم نعم. ما هو العمل القانون هو يعطيك الصحه بالفعل دروك يعني لا سطيف ماهوش شيء جديد يعني مع اكيد معروفة. وربما الشيء اللي كان لفتني انا حتى ومفرح وان كانت لمسان يعني مرتبه ثانيه المديه في مرتبه ثالثه ولجنه جائزه لجنه التحكيم راحت الاضرار وشيء مهم وهاب نعم لانه في يعني حتى في المناطق الصحراويه الان نعم اصبح في اضرار كاين نتكلموا على المدينه الخضراء نعم. والمدينه حتى في البنايات اظن هناك قصور، هناك ربما نماذج للعيش، نماذج للزراعه، في الفقارات صحيح يعني انا قلت لك عندنا كثير من الاشياء يمكن نصدرها في البلد صحيح مش فقط نصدر البترول والغاز، عندنا الافكار وعندنا كي فقط وعندنا جزائريين راهم ناجحين اليوم راهم في ارقى المراكز البحثيه وفي البعثات للمريخ حتى لكل المواطنين اللي راهم ساهرين على مدنهم وعلى احيائهم تحيه حقيقه كل التقدير لهم. نختم معك باختصار علي انا لفت الانتباه حاجه البنيان اللي تاع ضرار بنيان خصوصي حامل يعني ليماج لارشيتكتيرال تاع اضرار، وهذه حتى يعني في مرحله ما شفنا بعض البناءات تاع الشمال صدرت للجنوب كيفاش سكانها ناضوا غير احنا لازم عندنا الخصوصيه نعم. كل بنيات تاخذ في عين الاعتبار نعم. هذا المحيط هذا الجو حتى نبقى محافظين على تاعنا الخصوصيه وما نذوبوش
في هذا الـ صحيح صحيح. شكرا لك بن بلا، ان شاء الله نتمنوا انه كل سنه تكون ولايه ان شاء الله من ولايات هي اللي تحظى بهذا اللقب وبهذه المراتب الاولى ان شاء الله. قال ما شكرا شكرا بن بلا فنيس، شكرا عبد الوهاب جاكون، شكرا عبد الوهاب بكروح. طبقا عبركم التحيه لكل الزملاء في عيدنا الوطني، تحيه لكل يعني من امن بالمهنيه وما دارش الاعلام انه مهنه يعني مهنه من لا مهنه له او يسترزق بها، ولكن اللي دارها انها مهنه نبيله، مهنة تخدم المجتمع أكثر مما تخدمه هو شخصيا. الشكر الأكبر دائما لكم أنتم مشاهدين. انتهى البرنامج، إلى اللقاء.